مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة على أهل الضيوف. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ضيوف. موضوع حلقتنا النهاردة مختلف تماما. من وجهة نظري الصور بتدينا ذكرى حلوة في حياتنا، سواء بنضحك أو مكشرين أو تعبانين أو حتى زعلانين. من وجهة نظري أنا الشخصية الصورة هي ذكرى. معايا النهاردة مشرفني في الاستوديو رحيم دسوقي، مصور فوتوغرافر، هيكلمنا اكتر عن سر المقوله اللي بتقول اضحك الصوره تطلع حلوه وجمال الصور الفوتوغرافيه. اهلا بيك يا رحيم. اهلا وسهلا بيك، منورنا. ربنا يخليك يا رب. نور. عايزين في الاول نعرف جمهور ضيافه بيك. انا اسمي رحيم دسوقي، فوتوغرافي، عندي 26 سنه، من اسماعيليه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. قول لي كده في البدايه، ايه رايك في مقوله اضحك الصوره تطلع حلوه؟ طبعا دي مقولة تمام يعني. طبعا يعني الكاتب كان موفق لما جابها في فيلم احمد زكي الله يرحمه. اكيد طبعا. طبعا المقولة ديت يعني الصورة اضحك الصورة تطلع حلوة، يعني الصورة طبعا بتبقى محتاجة روح، ما تبقاش صورة مقفولة عادية تقليدية، فاهم قصدي؟ بس طيب انا عايزة اسألك سؤال بقى، يعني في شغلك تمام. انت سبت كل المجالات اللي حواليك واخترت تبقى مصور فوتوغرافر، اشمعنى؟ والله دي هوايه انا بحبها من زمان جدا، وبعدين بدات بقى ايه انمي الهوايه. يعني انت ما كنتش دارس خالص؟ لا ما لا، مش درستهاش. دارس خالص ولا اي حاجه، انا اتفرجت شويه طب على حتى اليوتيوب. درستها بعد كده؟ لا طبعا لا، ما تنميه درستهاش. ذاتيه. اتفرجت شويه على اليوتيوب، بدات اصور بالتليفون شويه، وبعد كده جبت كاميرا صغيرة، وبعد كده بدأت أشوف حد أنزل معاه اليوتيوب تتعلم منه. تعلم واحدة واحدة، لحد ما بقيت بروفيشنال الموضوع دلوقتي. اتطور الحمد لله. طب انت كلمني شوية كده عن المشاكل اللي قابلتك في البداية. انت اولا نقول كانت هواية كهاوي يعني، تمام. ما عندكش دراية مثلا زي حد دارس في الكاميرات، لا لا العدسات، الكواليتي، الكلام ده، فاكيد قابلتك مشاكل كتير لحد ما بقى رحيم دسوقي النهاردة موجود على ساحة الفوتوغرافر. ربنا يخليكي. بصي، هو الموضوع في الاول كان زي ما حضرتك بتقولي هوايه. بعد ما يعني بقيت اتطور، جبت طبعا كاميرا صغيره، بقيت بمشي بيها واحده واحده. ما بتدينيش طبعا الصور اكيد البروفيشنال الهاي او كواليتي الكواليتي، بتفرق. ما بتدينيش الصور القويه جدا، بس بقيت بمشي بيها واحده واحده لحد ما بقيت بحس ان انا يعني خلاص بدات عينيا كويسه في الصور، باخد صور كويسه، بدات ازود، اجيب معدات، اجيب كاميرا كويسه، ابدا اتحرك، اخليها يعني من هوايه لشغلانه. ان بس انت تنميها تخليها طبعا كوظيفه ليك. طبعا على ما زمايلي في الكنترول يجهزوا الصور الجميله بتاعتك اللي هنشوفها، تمام. وانا شخصيا مبهوره بيها، ربنا يخليك لاني يا زي رب. ما بقول الصور بالنسبه لنا هي ذكريات اكتر. طبعا طبعا. كمان بيبقى فيها تفاصيل يعني بتخلي العين كده الله، الصوره انت لوحدك، الله الصوره دي حلوه، تبدا تسال طب انت صورت ازاي، طب انت جات لك منين الفكره ان انت مثلا تصورهم بالشكل ده او ليهم حركه معينه. كلمني شويه عن افكار الصور وكمان اختيارك للمكان. بص حضرتك، هو اول حاجه يعني المكان اللي بخشه في الوقت الحالي دوت، المكان اللي احنا بدا الصور معانا بتتعرض. المكان اللي بقيت بخشه مثلا مره واخشه اتنين، ببدا احاول اطلع يعني في المره التانيه احسن من المره الاولى، لان ده بيبقى حافز بيني وبين نفسي ان انا اصور، يعني اطلع حاجه بشكل جديد. ببقى راسم الصوره في عينيا قبل ما يعني اول ما بخش المكان، ببص على المكان مثلا اشوفه انا هاخد هنا كذا، واخد من جوه بتروح نفسي. المكان قبل كده؟ يعني مثلا انت هتصور في لوكيشن جديد، تمام تمام. انت الصور معانا هي بتتعرض، يعني حاجه في غايه الروعه كمان، والافكار بتاعت الصور جديده غير تقليديه. خلينا نرجع لسؤالنا. انا بسالك دلوقتي، انت بتروح مثلا مكان لاول مره، يعني مثلا هنعمل فرح مثلا بره اسماعيليه، تمام. فبتروح المكان لاول مره، بتروح بتعمل استعدادات قبل كده، ولا بتتصرف على الامر الواقع اللي انت فيه؟ لا، هو في حاجات بنتصرف فيها على الامر الواقع، وفي حاجات بخش اتفرج، يعني بشوف المكان اللي انا رايحه البيج بتاعته فيها ايه، الصور فيها المكان عامل ازاي، الفيو عامل ازاي. ممكن المكان ما يحكمش عليا من وانا مش شايفه، لازم اروح المكان ابص عليه، ممكن يديني افكار اكتر،
اخش المكان يديني افكار واعمل بتستوحي الحاجات بقى دي. بعين الفنان وعدستك هتطلع بيها طبعا ايه. طبعا. وبعدين يعني طبعا الكلاينت اللي معايا بيساعدني جامد، يعني طالما بيجي لي ناس كويسه بيساعدني جامد في الصور. ممكن حد يجي يتدخل في شغلك رحيم يقول لك انا مثلا عايز اتصور وانا حتى ايدي في وسطي انا مش عارفه ايه، ولا انت اكيد. بتبقى ليك حريه الاختيار؟ لا اكيد في ناس بتقول لي كده، بس طبعا لما بيقولوا لي كده بروح ارد عليهم الاول، يعني بعد عم اعمل اللي انا عايزه. اي بس هريحكم، هعمل اللي انا عايزه من هعمل اللي انا الاخر. عايزه الاول او اللي انتوا جايبيني عشانه، وبعد كده هدي لكم اللي انتوا عايزينه، يعني اقعد معاكم زي ما انتوا عايزين بس بعد ما اخلص اللي انا عايزه. بص، هو احنا مجالنا في الميديا كلنا، يعني انا عارفه اجابه السؤال ده، بس خلينا نقوله للناس اللي مش عارفين في البيت. التصوير هو ماشي، الصوره احنا بنبص عليها 30 ثانيه ممكن دقيقه عشان نتمعن في تفاصيلها. انت بتاخد وقت قد ايه عشان السيشن يطلع منك بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده جدا؟ انا والله في سيشنات بتقعد معايا مثلا ساعتين، في سيشنات بتقعد ساعة، في سيشنات ممكن تقعد اكتر من كده على حسب اليوم ماشي ازاي. ممكن ناس تتأخر شوية، ده بيصعب عليا التصوير شوية لانه بيبقى بيبوظ بالليل، لك بيبقى الدنيا. بالليل يعني الناس مثلا بيبقى ميعادهم 2 بيجوا 5 بيجوا يعني وانت في وقت. حاطط في دماغك تصور الصبح بتغير البلان كله عشان الوقت ببقى انا اتضرب. راسم حاجة في دماغي، فبرجع اغير كل دوت وابدأ اصور بإضاءة وبلايت بيلخبط لك وحاجات بقى الدنيا. كتير، وبتبقى الصور مش زي طبعا بالنهار، طبعا ما بيبقاش اكيد. في حركة كتير، بيبقى الصور برضو افكار بس بالليل ما بيبقاش في حركة كتير، ما بيبقاش في روح جامدة، بيبقى وقتهم مضغوطين وبيبقى بيضغطوني انا كمان. بس طبعا يعني بعد كل دوت بحاول ان انا يعني اهدى، ابدا افكر في وتبدا تلم الموضوع من ببدا اول افكر وجديد. اه ببدا افكر بقى خلاص الليل دخل مفيش اي مشكلة، انا هصور اللي بصوره يمكن احسن عشان الليل دخل. مش معنى مثلا ان انا الليل دخل ان انا ما اعرفش اصور، لا الدنيا لازم طبعا بتتعطل، لا لازم لا لازم تفكر وتطلع افكر فكره جديده من الواقع طبعا. اللي انت اتدبست بس فيه. طب رحيم، عايزه اسالك كده من ذاكرتك، نقدر نقول اسرع فوتو سيشن وابطا فوتو سيشن كان بالنسبه لك، يعني من حيث الوقت؟ اسرع فوتو سيشن كان في ربع ساعة مثلا، وطلعت كام صوره في ربع ربع ساعه؟ ساعة صورت بتاع 100 صورة مثلا. ما هو في بنصور سريع جدا، بمعنى ايه مثلا لما العروسه مثلا تيجي لي عندها قاعه اتاخرت، جت مثلا 7 والفرح 7:30، فهي اوريدي جت لي المكان عشان تقول لي يعني انا جيت وعايزه اتصور صورتين. والنبي للذكرى. فلما بتجي لي مثلا كده فببدا انا ايه اقول لها طب يعني ايه دي؟ اهدي، انا اللي كنت هعمله في ساعه هعمله في ربع ساعه مثلا، اللي كنت هعمله في ساعه هعمله في ربع ساعه، بس انت يعني ايه ساعديني. بمعنى ايه؟ المهم تطلعها مبسوطة في يوم زي ده. بمعنى ايه ما تتحركيش كتير، ما تقعديش ترمش كتير، الحركات دي بتوتر وبتخلينا مش سرعه. ببدا اخد الشطات المهمه، المهمه بمعنى اللي هي هتبقى عندها الماستر مثلا سينز اللي انت عايزة تفضل ذكرى الحاجات عنها. اللي هتبقى معاهم اللي هيشوفوها هيتبسطوا بيها، ببدا اخدها بسرعه. وبعد كده لو في اي فكره بقعد بقى اقول لها طب استني دقيقه، طب بقعد ايه او ازق رحيم، الوقت على معاها كده. سيرة الذكريات، موقف وانت بتشتغل فوتو سيشن استحالة يروح من دماغك؟ موقف يعني هو في مواقف كتير في الـ هو في حياتنا في الحلو والوحش، زي ما انا على طول بقول ان في حياتنا في الحلو والوحش، بس خلينا نقول موقف عصبك قوي لدرجة ان انت مثلا ما كنتش هتعرف تتحكم في نفسك. في ناس ممكن تيجي تتدخل في شغلي وانا واقف مثلا، انا ما بحبش الموضوع ده بطريقة اللي خالص، هو مش فاهم، فاتر المصريين يا جماعة. اللي هو ايه اللي هو مثلا انا بصور واخد بوزيشن معين، يبدأ حد يجي لي مثلا من قرايب العروسة. انا بصراحه بدات امنع الموضوع ده ان ما يبقاش فيه ناس ورايا كتير لانهم بيشتتوا العريس والعروسه بالظبط. وبيشتتوني، يبداوا يصوروا بالتليفون ويوتروهم، تبدا العروسه بتركز مع ده وبتركز مع دي، ما بيبقاش مركزين معايا، فبيتدخلوا يبداوا يتدخلوا في شغلي بقى، ما تاخد صوره كذا ما تعمل كذا، فالموضوع ده بيضايقني جامد فبدات امنعه. يعني بقيت اتعصبت مره فخلاص مش موجودين معايا ما بقتش. حصلت مرة موقف معاك ان مثلا عريس وعروس يتخانقوا وهو يخلع او هي ترجع في كلامها في اخر لحظة في حركات البنات دي؟ مرة حصل عروسة و وانت عملت ايه؟ لميت شنطتي ومشيت. والفرح اتفشكل فعلا؟ هو فعلا الفرح اتفشكل السنة اللي فاتت، وفي السيشن حصلت مشكلة كبيرة من غير أي سبب خالص، هم اتخانقوا مع بعض كده لوحدهم والدنيا والأهالي باظت. حصل فعلا. يعني احنا نسمع عن الكلام ده في الافلام لا بس، موجود ان موجود، هو وفي ناس يحصل. كتير جدا بيحصل معاها كده، وكمان انا حصل معايا مش في خطوبة، في فرح كمان.
يعني مش خطوبه يعني، ممكن خطوبه يزعلوا يزعلوا وبتاع. ويرجعوا لبعض. لا لا، انا حصل معايا فرح وكل واحد راح لحاله تعالى ساعتها. كلمني انا شخصيا من يعني من بيج فانز الرحيم، تعالى ربنا كلمني يخليك عن يا رب. سيشن بتاعت خطوبتك انت، يعني اكيد مش انت اللي مصورها تمام بس انت بتعتز بالصور دي قوي، يمكن طبعا. عشان بتحب خطيبتك. ربنا يكتب لكم يا رب يا رب القرب قريب. يا رب. بس يعني انت كمصور ازاي بتثق في حد ان هو يصورك؟ انت مثلا تديله الاوردر انت هتصور كذا هتعمل كذا، بصي، هو ولا انت بتثق في صحابك فايه زي انا بتدني واثق فيهم عليهم؟ كلهم طبعا، صحابي اه كلهم مصورين في اسماعيليه، انا بحبهم جدا كلهم، الفوتوغرافر والفيديوغرافي كل الناس دي انا بحبها جدا. بس انا يعني ممكن بدي الاوردر لواحد بس. اه بمعنى ايه؟ يعني احنا كمصورين بنبقى احنا عارفين لما بيبقى الدنيا زحمه مثلا، كله عايز يجي يصورك ويجاملك وكده، لما بيبقى في ناس كتير ما بناخدش الداتا الكويسه، اه ما بنبقاش مركزين فانت بمعنى الكلمه. بتكتفي ان واحد واحد يظبط فيديو الدنيا. فوتو، واحد فيديو يصور. طيب قولي يا رحيم، انا دلوقتي عايزه ابدا ان انا احترف الفوتوغرافر، تمام. كمبتدئ تنصحني بايه اتجنبه حصل لك انت؟ يعني اديني من اخطائك كده او الحاجات التجارب اللي انت عشتها تقولي ابعدي عنها او ابعد عنها. اول حاجه ما نخليش حد يحبطنا خالص، لان انا في ناس في البدايه قعدت تقول لي بطل، ما ينفعش تصور اصلا خالص. بس والموضوع كان فيه احباط جامد، بس انا لما لقيت ان في يعني في احباط كده، ف يعني كان عندي اصرار ان انا لا، انت ابطل ليه يعني؟ عشان انا لسه في البدايه، لا انا ان شاء الله سنه وسنه ونص سنتين هبقى كويس جدا. بدات اشتغل على نفسي واعمل كده. هو حته الاحباط دي يبعد عنها. تاني حاجه، يبدا يجيب كاميرا صغيره. ما يعقدش الصوره نفسه عينيه يعني، بالإمكانيات. الصوره عينيه، اه الصوره هو بيشوف الصوره قبل ما يصورها. اي مصور لو شاطر هيبدا، لو عنده الموهبه هتلاقيه بيشوف الصوره قبل ما يصورها. فيوهات بالنسبة له. بالنسبه له هي هتبقى فيو، هاخد عليه كذا واخد عليه كذا. طول رحيم ما هو بيفكر. احنا مع الأسف يعني وقت فقرتنا خلص، بس قبل ما أختم معاك أنا عايزة حلم رحيم كده في ثواني. ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يكرمني. السنه اللي فاتت كنت كويس، السنه دي كويس جدا، السنه اللي بعديها ربنا يكرمني. طبعا نفسي اوصل لمكانه كبيره جدا في التصوير. ان شاء الله. هو انا دايما بقول لكل مجتهد النصيب، انت ربنا موهوب يخليك فعلا يا رب. وصورك تحفه اللي هو ربنا تخطف يخليك يا رب. الواحد. ربنا يخليك. شرفتني ونورت ضيافه شرف النهارده، ليا انا والله. مبسوطه على الصعيد الشخصي والمهني ربنا بوجودك يخليك يا معايا، رب. واكيد يعني دي مش اخر حلقه ربنا هتنور يخليك يا رب. ضيافه دايما. شكرا مبسوطه جدا. بيك جدا جدا جدا، تسلم يا رب. شرفتنا ونورتنا. شرف ليا والله. مدينه السحر والجمال محافظه اسماعيليه، يوم 20 اكتوبر شهدت ايفنت يعني بالنسبه لي انا من اهل اسماعيليه، عمري في حياتي ما شفت حاجه بالعظمه ولا بالروعه دي. حتى لما نسمع عن مهرجان دايما القاهره اسكندريه الجونه مش عارفه، انما محافظه صغيره من محافظات القناه تطلع حاجه مشرفه بالشكل ده، يبقى لازم نقول لصاحب المهرجان شابو 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 ودايما موفق. خلينا نطلع نشوف مهرجان في اي بي في دورته الثانيه، ونرجع نرحب بصاحب هذا الصرح العظيم وهذا الايفنت الرائع كابتن مجدي صاحب شركه في اي بي للحراسات الخاصه. انتظرونا بعد الفاصل.